هواية أفراد من يأكلون ما يهتمون، لكن من تقول لهم هذا الأكل يعادل هلقد غواشيك شكر يتجنبوه. بس أنا أضربكم مثال، من راح أقول هلقد غاشوقة أقصد بها غاشوقة شاي صغيرة من الشكر. أعزائي، شفت شيل التمن الواحد ب 25 غاشوقة شكر. الآيس كريم الوحدة العادية 30 غاشوقة شكر. 100 غرام من الخبز 25 غاشوقة شكر. المشروبات الغازية كل بطل صغير منه ب 12 غاشوقة شكر. رقي، هواي يقولون رقي ماي، لا ابوي لا رقي مو ماي، حبايتي يعني صغيرة او شيف يعني صغار، رقي 40 حبة غاشوقة شكر. ابوي هواي اهتموا بهيج اشياء، اشو انتم من يقولوا لك شاي ويا الشكر؟ لا لا خبطني تكبر، وهنا انا شالع لك كل قرصتين خبز اللي بيها تقريبا 50 غاشوقه شكر، فهو هواي اهتموا وسعرات طلعوها كل 10 سعرات تعادل غاشوقه شكر، غاشوقه شاي من الشكر. نستودعكم الله عزتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.